وعلى الحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا المدير التنفيذي لشركه ايفو وتيركوم سيد علاء السلال. اهلا وسهلا بك سيد علاء. وسيد علاء سابدا اليوم اذا ما تحدثنا عن نسبه في الزياده، هل يعني خاصه بفتره كورونا او فتره الجائحه شهدنا زياده كبيره جدا في نسب المستخدمين، اليوم هل لازلنا نرى ارتفاع في النسب بذات الوتيره؟ نعم صحيح. بصراحة يعني بحب أعقب على الرقم لشهر 10، تجاوز عدد الفواتير اللي تم تنفيذها بنظام إيفواتيركم 4 مليون فاتورة، وهذا الرقم يعتبر تاريخي، يعني منذ إطلاق النظام ما وصلنا لهذا الرقم بعدد الفواتير بالأردن اللي بتم دفعها أونلاين، فما زال الاشتمال المالي مستمر، وعدد المواطنين اللي بيستخدموا الدفع الإلكتروني بيزيد يوم عن يوم الحمد لله، ونتوقع الشهر القادم كمان يكون رقم أكبر. نعم. طيب سيد علاء، اليوم عندما نتحدث عن ما يقرب من المليار دينار تقريبا 948 مليون دينار تم دفع عن طريق إيفواتيركم، يعني هل هناك مشاكل تواجه الذين يدفعون هذه الأرقام؟ يعني بشكل عام هي احنا بنعتبرها مرحلة توعوية، مجرد ما المواطن جرب يدفع عن طريق الإنترنت وشاف مدى سهولة الموضوع ما برجع بدفع نقدا، احنا باستمرار بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المالية في الأردن نقوم بحملات توعية للمواطنين، طريقة الاستخدام الصحيح، طريقة تفعيل الحسابات بشكل مناسب، وكيف يحصلوا على الحماية اللازمة عشان ما يتم مثلا الاحتيال عليهم إلكترونيا، ونبعد عنهم الشبهات أو الأشياء الخطرة بالدفع. نعم سيد علاء، هي عملية مستمرة من التوعية ومنشوفها بالطراد شهر عن شهر بزيد عدد المستخدمين للنظام وللدفع الإلكتروني في المملكة إن شاء الله. سيد علاء، اليوم في استطلاع لرأي الشارع وفي بعض المقابلات البسيطة كان هناك أحد المواطنين الذي يتحدث عن أنه لا يثق بأمان هذه التعاملات بشكل عام، اليوم أعلم بأن نتحدث عن تقريبا مليار دينار تم تداولها على إيفواتيركم أو دفعها، ولكن اليوم هل هناك فعلا مشاكل أمنية أو ماذا يمكن أن تقول في هذا الصدد تحديدا؟ هي بالنسبة لأنظمة الدفع الإلكتروني زي نظامنا إيفواتيركم هو بيخضع لأشد عمليات الرقابة والمتابعة والتدقيق الحسابات والأنظمة الأمنية في البلد تحت رقابة البنك المركزي والحكومة، فهنا أنا بالعكس بطمئن المواطن أنه الدفع الإلكتروني آمن بتم رقابته باستمرار وما في مشاكل أو شبهات فيها، فإحنا باستمرار بنوعي وبنشرح للناس كيف يستخدموا النظام، كيف يحافظوا على سرية معلوماتهم، يعني هي اللي بالعادة بتصير مشاكل إذا الإنسان فرط مثلا بكلمة السر أو معلومات سرية لحساباته، هون بصير في خوف، لكن طول ما إنه المواطن بيعرف يهتم بمعلوماته السرية زي اسم المستخدم ورقم الحساب الرقم السري ما حد بيقدر يحتال عليه، وهي فقط مرحلة توعوية نقلية عبين ما الشعب كله يصير يستخدم خدمات إلكترونيا، وهذا طموحنا وطموح البنك المركزي أن نحصل على احتمال مالي كامل في المملكة إن شاء الله بالفترة القادمة. نعم سيد علاء، أيضا عندما نتحدث عن 1335 خدمة موجودة اليوم على إيفواتيركم، هذه الخدمات ما هي طريقة إضافتها؟ يعني هل هناك أي شخص يمكن أن يضيف خدمة على إيفواتيركم أم أنها جهات وتمر بمعاملات معينة؟ تفضل. يعني بالعادة إحنا أي جهة أي شركة أو قطاع خاص أو حكومة بتحاول تحصل على طريقة الفوتر عن طريق إيفواتيركم بيقدروا يتواصلوا معنا، ما إحنا مشغلين نظام إيفواتيركم شركة مدفوعاتكم، نقدر نضيفهم على النظام ما دام إنه الشركة قائمة دفاتيرة سليمة بالبلد مسجل في سجل تجاري للشركة وما عليها مشاكل مالية تقدر تحصل على الفوائد المجنية من خدمة إيفواتيركم في البلد، سواء الدفع عن طريق البنوك أو كريدت كارد أو باي بال، كل هذه الخدمات متاحة عن طريق نظام إيفواتيركم. فبالتالي الخدمات الموجودة هي خدمات موثقة ويعني مدققين لها أنتم على النظام قبل أن توضع، فهذا يعني جزء من الأمان أيضا. 100% احنا ما بنضيف أي مفوتر قبل الحصول على الموافقات، بنحصل على موافقة البنك المركزي وموافقة البنك الدافع، وبنتوثق من كل بيانات الجهة اللي بدها تنضاف على المنظومة، فبس نتأكد أن كل أوراقها سليمة 100% بنضيفها كمفوتة على نظام إيفواتيركم ومنتيحها للجمهور.
نعم سيد علاء، أيضا يعني اليوم من بدأ باستخدام هذه الخدمات وخدمات الدفع الإلكتروني بالمجمل يعني استمر عليها إلى حد ما، اليوم ماذا تفعل أي فواتيركم وأيضا بالتعاون مع البنك المركزي وغيره من الجهات، ماذا تفعلون لتشجيع فعليا إقبال الناس الذين لم يتعاملوا بعد بالدفع الإلكتروني؟ بصراحة بنقوم بحملات تشجيعية باستمرار بيننا وبين الجهات المفوترة في البلد وبيننا وبين البنوك، دائما بنحمس الناس، نعمل مسابقات مستمرة لكل مواطن بيدفع فاتورته أونلاين بيدخل السحب مثلا على مسابقات مختلفة مع شركات المية، الكهرباء، الاتصالات، مختلف المفوترين في المملكة، وملاقي عليه إقبال كويس، فمنه الجهات الدافعة تقدر تدفع بسهولة، والجهات المحصلة زي شركات المي والكهرباء والإنترنت تقدر تحصل على عملية تحصيل للفواتير سلسة وسهلة، وكمان سهل عليها تدقيق الحسابات، سهل متابعة الفواتير بتاعتهم بشتى مناطق المملكة. يعني اليوم غير الدفع الإلكتروني في كمان 1000 وكيل على المنظومة موجود منتشر بمختلف مناطق المملكة، من ضمنهم البريد الأردني اللي بيقدر المواطن كمان يروح عن طريقها يدفع الفواتير المستحقة عليه. نعم، المدير التنفيذي لشركة فواتيركم السيد علاء السلال كنت معنا، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.